المهم السلام عليكم الخوش، ديجا عرف شوني في واحد الفيديو لحشو على تجنيد ودويش عليه. المهم مشينا الحمد لله احنا ولاد جديده والساعات كما شفتوني صلعش وداك اللعيبات، مشينا انا والدراري ولاد جديده على اساس اننا غادي نمشيو تما ندوزو معاهم تيست ودك اللعيبات باش نتقابلو، وما ساعفناش الحد. المهم دزنا واحد التجربه مزيانه تمايا. المهم حنا عطاونا واحد البونت باش نركبو في الكار ولا في الترانيك حمزه، مشينا بغينا نركبو في المحطه ما عطاو، قال لك لا حنا هادشي عندنا ماشي ديال الكيران ما مقبولينش عندنا في هاد البونت عندكم. صافي خلصنا من جيبنا مشينا هبطنا المحطه، واخا تمرتنا واحد شويه بتنا في الزنقه، مشينا قدام قشله، وصلنا قدام قشله كاينه في مديونه، بتنا قدام قشله حدا واحد الجامع ولا جديد كامل بيتين من الارض ما كاين لا قطع لا والو، حتى حد منعس بتنا في واحد العاده. فقنا الصباح كنقلبوا مع داك خمسه كنقلبوا على من ناكلوا في الحوانش. المهم قصينا ضربه السبعه بيل، حلونا البيبان، صورونا بالكاميرات ديالهم، شتي كيرحبوا رحبوا بينا مزيان، مرحبا بكم عندنا. هادي دخلنا عندهم لداخل، ملي دخلنا عندهم لداخل داروا لنا ليكيب، كل ايكيب فيه 30 واحد، يعني بحال هما كانوا باغيين 300 واحد، حنا جينا بزاف تقريبا فوق شي 600 واحد ولا هادي. المهم تقيدنا دزنا حيدونا التليفونات قلبنا كاملين، عاود كنا هازين شي حشيش ولا شي قرقوبي ولا شي سلاح ولا شي حاجه. المهم دخلنا لداخل قلبونا، خدونا التليفونات، خدونا لاكارطا، هزونا فواحد الكاميوات باش يدخلونا عاد صيفطونا لواحد البلاصه فين غنريحو باش ندخلوا على الطبيب. صافي مشينا للشومبر، كل واحد رايح في الشومبر ديالو. صافي عاودنا نقصيو تغدينا عندهم، صافي حنا ندوزو على الطبيب. ملي دزنا على الطبيب دوزنا كلشي ديال الشوف ديال فهمتيني ديال الطول الوزن، وقالوا لنا واحد نص ساعه غيكون عندكم جواب شكون اللي تقبل وشكون ما تقبلش. وتقريبا الشومبر اللي كنت فيه انا اكثر من نص فيه واشم، وكاين اللي دار بلحم وكاين اللي كاين مخسر كامل. حنا ملي جاو الناس ماشي عيطوا علينا، كنا حنا هما اللي كيب ربعه عيطوا علينا قالوا لنا غنقول لكم السميات اللي ما تختاروش راه غياخذوا لاكارت ناسيونال ديالهم وتليفونات وغادي يمشيو في حالاتهم، واللي تختاروا راه غادي يتهزوا من هنا وغادي يديهم معك وما عرفتش فين قالوا لنا بالضبط الحاجب ولا ما عرفتش. المهم عيطوا لنا بالسميات، كنت انا من الدراري اللي ولاد مويلحه ولاد السوق ولاد السعاده ولاد حي المطار، شي دراري بزاف اللي ما تقبلناش. صافي قلت لهم الدراري كاين اللي بدا كيبكي وكاين اللي بدا كيغوش، علاش؟ حيت اكثر الدراري كانوا معايا كل تبارك الله صحاح، وكاين اللي مواشمش كاين اللي من هذه، وما عطاوناش السبب علاش ما قبلوناش هادشي اللي كاين. صافي جينا بحالاتنا، خرجنا من تما خدينا لاكارت ناسيونال، عطاونا واحد البونت باش نركبوا في التران، خرجونا من تما وصلونا حتى المحطه. صافي ركبنا في التران وجينا بحالاتنا ورجعنا عند والدينا، وهذه هي التجربه اللي دوزت. المهم المعامله اللي عاملونا باتمام مزيان، ماشي شي حاجه على حساب ما كنا نسمع على راس كيف قلت لكم، غير هو ما كتبش الله ندخلوا معاهم وصافي. المشكله درنا راسنا بالشمس صح، ملي خرجنا عند الطبيب تما بقينا واقفين فواحد البلاصه في الشمس، والله الا بيت الليل كامل وانا مريض. واحنا رجعنا انت كتشوف الدرب عندنا كيدير، رجعنا للدرب عاوتاني والحمد لله غنخدم ان شاء الله. راه خلينا اصلا حرفت شي فهمتي بولونجي ولا كرواس، رجع نخدم هاد الايام ان شاء الله مع واحد المخبازه. كلمه الاخير المهم خوت دوزنا داك التجربه عجب، المهم اللي غادي يمشي وداك الشيء داز مزيان والحمد لله ما تقبلناش، وحد موفق للجميع هادشي ما كاين.